تسلمت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار جائزة الأغا خان للعمارة نظير مشروع إحياء منطقة المحرق من قبل سمو الأمير كريم أغا خان. جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن الفائزين بالجائزة الذي عقد في مدينة قزان الروسية، حيث مثل جمهورية تتارستان الروسية في الحفل رئيسها السابق السيد منتيمير شامييف. وتم خلال الحفل تكريم فريق عمل المشروع ومثله المهندسان نور السايح وغسان الشمالي. وكان مشروع إحياء منطقة المحرق قد فاز بالجائزة إلى جانب 5 مشاريع من دول عربية وإسلامية أخرى. وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة إن فوز مدينة المحرق بجائزة الأغا خان للعمارة هو ثمرة جهود مستمرة منذ سنوات لإعادة إحياء مدن البحرين القديمة. وأكدت معاليها استمرار تحقيق المنجز الثقافي والحضاري البحريني بفضل دعم جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، مشيرة إلى أن هذا الدعم يساهم في الترويج لما تحظى به المملكة من أهمية إقليمية وعالمية كمركز إنتاج ثقافي. وأشادت معاليها بأهمية التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص في المحرق، مشيرة إلى جهود مركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث في إحياء النشاط الثقافي في مدينة المحرق قديمة، كما بيّنت أنه سيتم استكمال مشروع موقع طريق اللؤلؤ مع نهاية العام المقبل. وأكدت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة أن إعادة أحياء المدن القديمة يعمل على تحقيق العائد الاقتصادي، إضافة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية الأصيلة والخصوصية الثقافية والاستثنائية للمدن البحرينية، والتي تعد من أهم عوامل جذب النشاط السياحي والاقتصادي. هذه الجائزة الهامة التي تعطى للعمران المميز، وليس العمران فقط وإنما تأثير العمارة على البشر على المجتمع المحيط به. هذه الجائزة التي نالتها المحرق عبر مشاريع أهلية ومشروع وطني هو طريق اللؤلؤ، به حصلت البحرين على جائزة مميزة ربما تعطي دافعا أكبر لمزيد من الالتفات إلى مواقعنا العمرانية إلى ما يميز هوية الأوطان. دائما نكرر أن ما نملكه في البحرين يستحق منا المحافظة عليه وإبرازه وتطويره بالشكل الصحيح. بعتقد الاختيار كان لأنه المشروع من الأمثلة القليلة يعني عن مشاريع ترميم عمراني بمنطقة الخليج بطريقة حساسة، وفيها مزيج من ترميم البيوت التراثية القديمة ومن المشاريع يعني الجديدة الحديثة اللي بتتعامل مع النسيج العمراني القديم بشكل حساس وجيد.